المناسبة كانت العادة اللي كنشكروا ونهنيوا سكان مدينتنا الحبيبة على النجاح الذي عرفه موسم أصيل الثقافي 45. أنا متأكد أن الأغلبية ديالكم ما كانوش موجودين في الحياة لما بدا موسم أصيل الثقافي عام 1978، ولكن الجميل فيه أن الأغلبية فيكم كبرتوا وأنتم ما بتعيشوا الموسم. كتشوفوا العدد الكبير من الفنانين والمفكرين والأدباء والعلماء وكذلك السياسيين الذين كانوا يحضرون في الموسم ويشاركون. من هذا العام نبدأ دائما بالمرأة أما وعالمة وفنانة وحيثما كانت. عندنا الجائزة الأولى التي تعطى كل عام هي جائزة الأم المثالية، وهذا العام تبخ الإخوة في مؤسسة منتدى أصيلة أن نحتفي بأم عاشقة أصيلة حد الهيام. لا ما اسمع ما كانش عندي خبر كاينه هذا الجوائز لا والو. اسمع جيت باش نحضر وصافي وجاني مفاجأة. جبرت كان واحد الجوائز وما كانش دنيت غادي يكون بهذا اللي اسمع لي اسمع مفاجأة وصافي. التقريب حلو بزاف باش ما كانش عارفه وما كانش كنتسنى حتى حاجه باش الخادمه دائما هي هذه. دابا الحياه هنايا طويله والتلاميذ كلهم عرفوني، خدمت بزاف هذه السنين هنا في أصيلة وهذا السنين كامل داسو فهاد ولادي. طفلة السنة ولدت طفلتنا يوم 11 أبريل 2013 من أمها لمياء وأبيها عزيز. في سن الخامسة التحقت بجمعية اليرموك للتأكيدة تأكيدة بودو انا هي البطله ديال هاد السنه وكنشكر بزاف منتدى أصيلة الثقافي للفنون، كنشكرو بزاف وكنشكر ماما وبابا بزاف حيت ساعدوني ماديا ومعنويا، وكنشكر ما نساش طبعا الاساتذه ديالي استاذ رضا التدلاوي واستاذ سعيد الادريسي، هادو ضروري ما نساهمش اللي عاونوني بزاف الحاجات. وكان شجع الأطفال والأولياء الأمور ديالهم زي ما يشجعوهم ويحفزوهم بحال محفزيني ماما وبابا ماديا ومعنويا في أي رياضة أي هواية ديالهم يشجعوهم ويكون خير إن شاء الله. اولا وقبل كل شيء كنشكر المنتدى على هذه الجائزه اللي الجائزه قيمه الحمد لله اللي عطاتنا واحد النفس كبير من 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 هذا الشيء ديال اللي غادي نكونوا هاد الاطفال الصغار
اللي هما حتى هما من داول الحاجات اللي ضعيفه بزاف. حنا كنشريو التونيات والكيتمات وهذه كلشي من الفلوس ديال الجمعيه، والحمد لله حنا ما عندنا حتى شي دعم من حتى شي بلاصه، وهذا المدخول اللي وهذه الجائزه اللي عطات من الماليه تبارك الله عليها راه تعاوننا شويه في الحياه. نعم كل عام كيكرموا رياضيين، وهذا العام جات فينا حنا الفريق القدس الاصيلي اللي كان هو البطل في جميع التدورات كامله الرياضيه. الحمد لله. عليكم، اسمي غفران بوغ، ادرس في السنه الاولى من التعليم الاعدادي. اليوم كمتوجه ديت جائزه ديال الكتابه وديال اللغه خاصه، كان هذه الشكر ديالي والفوز ديالي للمؤطرين ديال المشغل التعبير الادبي وكتابه الطفل والمنتدى اصيله الثقافي والدولي، وشكرا. سن 13 سنة، كان قرأ في الثانية إعدادي. أنا جيت سعيدة بالتواجد ديالي في هذا الحفل، وأنا هاد الدورة كنت كنشارك في الورش ديال الكتابة مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل. وأود الشكر وتقدير جميع المؤطرين الذين كانوا، العامد الذي ساعدنا الذي لم يبخل بوقته ولا بعلمه في سبيل مساعدتنا، وهم جزء لا يتجزأ من نجاحي. أود الشكر أسرتي وشكر منتدى أصيل الذي يفتح لنا أبوابا في العديد من المجالات كالرسم والموسيقى والكتابة. تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عرف حقيقة تنوعا كبيرا في المواضيع التي كانت مبرمجة في ندوات جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، وكذلك في أوراش الفنون التشكيلية، ولكنه تميز كذلك بالخامات السياسية والعلمية والإعلامية التي شاركت في مختلف نشاطات وفعاليات هذا الموسم. وأخيرا، الموسم كان ناجحا بحكم ما نتج عنه من توصيات ومن تصورات وكذلك من توجيهات تهم قضايانا سواء في إفريقيا أو في الشرق الأوسط أو في أمريكا اللاتينية، ونحن نعنى عناية خاصة بعالم الجنوب. نحن نقتدي بالسياسة المتبعة من لدن جلالة الملك في الاعتناء عناية خاصة بإفريقيا.